واحنا تجتمع الارواح وتصير في روح، والعطاء والخير هذا محله، دامت الاعمال تكتب على اللوح. ابتدينا واتكلنا على الله، ابتدينا واتكلنا على الله، كلنا بالروح والمال بيروح، والحضيض اللي ملي سجله، ما نقص مال على الخير مسموح، وعد من ربي يضاعف كله. هلا بالزين حبيبي يا قلبي انت، اشتقنا لك يا نبع عينك. الله يحييك هلا والله. شو العلوم من هناك؟ والله مرحبا. شو الاخبار؟ طيب؟ اهلا يا هلا والله. هذا بيجيب العيد صدقوني، هذا اسهل. يا ولد شو علومكم يا شباب؟ طيبين؟ يلا يا شباب اللي برا اعطونا سبكرات، يلا يا شباب. اوه نبه انا بيجيت من غير دروع، بس خلينا نقرب حولنا بس. هذا الكبير زين. شو علومكم يا شباب؟ خير بس. طيبين؟ ابراك سنه اشتغل مخيب. الحمد لله. والله الايام دي الجو كنا احتر شوي. انا ايش اقول؟ ايش فيني بردان؟ يا جعلني فداك الله يبارك. يا مرحبا وسهلا ابو غالي. شو علومكم يا شباب؟ ساك طيب؟ طيبين؟ يا مرحبا مدد بلي عدد. السلام. هلا والله. هلا بالزين. هذا احمد الشمس. يا مرحبا. جعلك تسلم عبد الله. البقى يا مرحب. هلا هلا هلا. ابرك الساعات بعد. معروف معروف. لا لا كنا اول مره. هلا لا معروف. الله يحييك. هذا ماجد الشمس. الله يحييك. سك العلوم. سك طيب. البقى يا مرحب يا ابو غلا. ماجد الشهري حامد لك. تودع له شوي. مرحبا ملايين. تكفى. يا لب عينه الله يوفقه. عسى في الامر خير. اي والله. يعني والله ما اشربها والله. والله. اي والله ما اشربها. حركات ابو غلا. والله ما هي بجوي. عندكم تكيت الحين. انا عطني القهوة السعودية بشربي، اما غيرها. لكن احمد الله. خيرة خيرة. اي والله. شلونكم يا رجال؟ الله يعافيك. طيبين ان شاء الله. وين الشباب اليوم؟ يجون بس صفر وقول. لا لا لا. لا. يجون بعد. عجيب عجيب. هذه بالقلب. اجلد. ارح هذا باري سنيد خوينا. هلا بالقمر. ارح يا الحبيب. ترى مو بديت البرنامج اول مره. شلون واضح انه معاذ قاعد يعيش اجواء البدايات. اي والله والله مو بداري قد عن لماذا هذا يا ابو غلا شاهي المعامل. كفو والله. هذا اللي يوديني ويرجعني. راح يخليك راح يجيب صقرات من كل مكان. قال الله هذا جاي من الكويت خصيصا. خصيصا يلا كويس. اليوم روح الى الفجر. نعم. هذه الكلمه في ناس وما يحبونها ما تدري. وش يا ابو غلا؟ ايوه اخويانا. الله يحييكم يا شباب. الله يحييكم. حياكم الله انتم مشاهدينا الكرام في هذا اليوم الجميل بعد الصلاه والسلام على رسول الله في فقره روح لتجتمع فيها الارواح وتتلاقى. امنعنا شرك. لا لا تكفى تكفى امنعنا منها. الحين جايين ضيوف. جايين ضيوف تكفى. يا ابن الحلال اربطها برا يا كثر الساحه وش كبرها. هذه لو لها لسان تتكلم خلاص. امنعوني فكوني اعتقوني. الله يحييكم مشاهدي الكرام. اليوم يا اخواني انا اقول لكم اليوم بتكون حلقه استثنائيه. واعني بكلمه استثنائيه لسبب انه اليوم عندنا ضيوف مختلفين. ما شاء الله. حلوة. ومميزين. أبرك الساعة. مثل أبو غلا. وأنت عارف منهم صح؟ لا والله. عيني بعينك. كم ضيف؟ كم ضيف؟ يدور ببالك. يدور ببالك للصاب وتعرف. لا والله ما أعرف. كم يا